يا خويا تعرف تقيدوا تعليمات القانون المرور راه واضح وصريح، والانسان يحافظ على روحه ويحافظ على الناس اللي معاه. تدخل هذه الحمله التحسيسيه في اطار الحمله الوطنيه للوقايه من حوادث المرور المنظمه من طرف المديريه العامه للامن الوطني تحت شعار الوقوف الخطير يكلف الكثير. خلال هذه الحمله التحسيسيه تم دعوه السواق والمواطنين الى احترام قانون المرور، ايضا الى مخالفه الوقوف والتوقف الخطيرين، ايضا مخالفه التوقف والوقوف الخطيرين المعيقين لحركه المرور، مع توزيع مطويات تتضمن العديد من النصائح والارشادات في هذا الاطار.